طليت من نافذة ذكرى الصباح الأليم على المصاب الجلل والتضحية والوداع. طليت من نافذة ذكرى الصباح الأليم على المصاب الجلل والتضحية والوداع. القصر والواحة الخضراء وفوج النسيم والصالة اللي بجانب صالته الاجتماع وقصور حدها وحيد نقم وحي الكميم وبداية المعركة هو نقاط الصراع وجبال حده وحيد نقم وحي الكميم وبداية المعركة وأول نقاط الصراع. رأيتها كلها رغم الظلام العتيم على شعاع النضال اللي ما مثله شعاع المنبثق من نقاء قلب الشجاع الكريم في اللحظة اللي وقف فيها الشجاع الكريم الشجاع. رأيتها كلها رغم الظلام العتيم على شعاع النضال اللي ما مثله شعاع المنبثق من نقاء قلب الشجاع الكريم في اللحظة اللي وقف فيها الكريم الشجاع وقف وقوفه الطويل الشامخ المستقيم بالحق والواجب الديني وقوته إذراع قاتل قتال الزعيم ومات موتته زعيم قاتل قتال الزعيم ومات موتة زعيم. تبت يدين التردي والردى والخداع واختارها الله واختار الصديق الحميم عارف عميد المراجل ذي رفض الانصياع. أرواح الأبطال عانقها الرضا والنعيم قاتل قتال الزعيم ومات موتة زعيم. تبت يدين التنكر والردى والخداع أرواح الأبطال عانقها الرضا والنعيم. تباع الأرواح لكن الوطن ما يباع اختارها الله واختار الصديق الحميم عارف عميد المراجل ذي رفض الانصياع. وقف وقوف الخوي ذي ما يباريه ضيم ولسان حاله يقول الموت موت الشجاع.